السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي هي وصفه المحيبي. عم بالي بلي تعرفوه، بصح اللي تيبس اللي حنا نعطيهم لكم دركا راح يساعدوكم باش ديروا محلبي هايل. الاولى لازمكم لا فارين دو ري، لازم لا فارين دو ري تتبع هكا مرحيه بعد عندي تخيل. لازم لكم كيلا تاع السكر، ولازم لكم الحليب 7 كيلات، ولازم لكم الماء ورد مقطر. اللي ما عندوش ماء ورد مقطر سي باغ، يدير الماء ورد عندي تخيل، بصح هي دو بريفيرونس ماء ورد مقطر، هذا هو اللي نحنا نستعملوه في قسنطينة. دونك نروحو للتحضير تاعنا. دونك نروحو نبداو التكيال نتاعنا. فوجو سافوار هذاك لو بو ولا الكاس اللي تكيلو به نهار الاول هو نفسه اللي تكملو تكيلو به لي زانغريديون كامل. دونك لهنايا نروحو نحطو 7 كيلات حليب. الحليب لازم يكون بارد، ما تدفيوه ما تفيدوه ما تسخنوه ما والو، لازم يكون بارد. خلصنا من الحليب، نروحو نزيدو له السكر. كيلة وحدة تاع سكر، كيلة وحدة كيلناها بلو ميم بو فوالا، ونروحو نحطوها ونبداو نخلطو هكا باه يدوب لنا السكر مع الحليب. دوكا نروحو نكيلو ما ورد نتاعنا، نكيلو في هذاك لو بو ولا الكاس اللي كيلتو فيه النهار الاول، نديرو اون سول ميزور وحده كيلا فريده. لا كان عندكم ما ورد مقطر حطوه هو، ولا كان ما عندكمش ديروا لانديش تخيل، خيروا واحد اللي يكون بنين. ولا كان عندكم في زوج تقدروا تخلطوهم في زوج وشوفوا لا كونتيتي تاع الموارد المقطر يكون اكثر على لي ماش لي اندستريال، باه تجيكم هذيك البنه تاع الورد بنينه. وكملوا خلطوا هكا باه يذوب السكر. ودركا نروحو نحطو لا فارين دو ري تاعنا بالعقل بالعقل مع لي زانغريديون الاولين، ونخلطو كيما راكم قاعدين تشوفوا باه يدخلوا لي زانغريديون كامل مع بعضهم قبل ما نحطهم فوق النار. هاد لا بارتي تاع الفيديو راهي بالوقت نتاعها الحقيقي، ما زربت فيها ما قصيت فيها ما والو. دونك تبعوا معايا ديروها ايتاب باغ ايتاب باه يخرج لكم كيما خرج لي انايا خفيف وبنين. دركا نهزو لا كاسرول نتاعنا ونروحو نحطوها سور ان فو مويان. دونك نفس الشيء نكملو نحركوها ميم على نار هاديه ومتوسطه، لازمنا نكملو نحركوها باه يخرج لنا خفيف. نخليو هذوكا يطيب باغردو، ونبقاو دو طون زون طون نحركو فيه ساعه على ساعه، ونولي لكم من بعد باش نعطي لكم لا تيكستور تاعو كيفاش. لهنايا يعني توليت لكم دوك تشوفوا كيفاش لا تيكستور تاعو ولات خاطره. راكو تشوفوا كيفاش مام هو ولا يبقى لنا فوق لو فوي كيما هكا ماشي كيما توتالوغ. اي سور لي باغوا تاع لا كاسرول ثاني درنا هذاك لو تري هكا. دركا في هاد اللحظه معناتها المحل بتاعكم راهو واجد.
شوفوا لهنا هاني جبت لكم مغرفه باه نهز لكم تشوفوا كيفاش القوام نتاعو هكا باه ما تغلطوش خلاص في الطياب نتاعو، لانه كي يجي خاطر بزاف راح يتكسر لكم ما يجيكمش بنين يجي ثقيل، وكيما ما يطيبش خلاص مش راح يجمد. دونك في هاد المرحله رايحين تشوفوا تاني باللي بدا يبقبق، شتو راه يبدا يهز الغليان تاعو يخرجوا منه دي بول. دونك تشوفوا هكذا هاديك السعوديه لازمكم تطفيو عليه سي بون. دونك انا لهنايا راني طفيت عليه، درك نجي جوست نحركو شويه باه ما يلصقليش مع هذيك السخانه اللي مازالت طالعه مع الكاسرول، ونتلاقاو في التسربانيه نتاعو لو دريساج. دركا غير ما تنحيه من النار تروحي ديريكتومون تصبيه في لي غامكان اللي كنتي وجديه من قبل، ما تخليوهش يبرد في لاكاسرول سينو راح يجمد لكم التما، ومن بعد لي ديفيسيل باش تحطوه في لي غامكان ويحمل لكم اون بون فورم. اوكي دونك ديريكتومون تسربيه في لي غامكان وتخليوه يبرد شويه ساعه وديكوريوه بشي اللي عندكم. دركا انايا نكمل التسربانيه نتاعي ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا لو روندو فينال. اي فوالا لهنا كيبرد جوست شويه، رحت جلي ديكوري افيك دي غران دو كورج، دي نوا دو بيكون، دي بيستاش، دو لاموند مولو، وانتم اللي عندكم ديكوريو به. نتمنى الوصفه تاع المحل البيت تكون عجبتكم، نتمنى تسيوها، ما تنساوش تخليو لي ان لايك اي ان كومونتير، وعلى هلالا تابونيو باه يلحقكم كل جديد ان شاء الله. وصلنا الى نهايه الفيديو، نقول لكم نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. سلام.